طيب هنكمل ان شاء الله النهارده. هفكركم بس بالمواضيع اللي احنا خدناها، ولو حد عنده اي مشكله في اي موضوع يقول لي. تمام. المواضيع اللي خدناها او الكور بتاع الكورس، الكور اللي احنا شرحناه قبل كده، كان بينحصر في شويه مواضيع معينين. خلاص. كنا ركزنا جدا على موضوع الاستورج، واتكلمنا على البارتيشننج والديسكس والجيومتري بتاع الديسك شغال ازاي. اتكلمنا كمان على موضوع الريد، فاكرين؟ ها بسرعه كده نفكر بعض باللي احنا عملناه. اتكلمنا على موضوع الريد، اتكلمنا على موضوع ال في ام، حد فاكر؟ ها اتكلمنا كمان على اليوزر والجروب ادمنستريشن. اتكلمنا على ايه كمان؟ اتكلمنا على موضوع الكوتا، صح؟ ها ايه تاني حسام؟ الناس اللي كانت موجودة، الناس القديمة، حد لسه فاكر احنا كنا اتكلمنا عن ايه؟ ها مفيش حد خالص فاكر؟ اتكلمنا على سيستم دي، صح؟ لا ما اتكلمناش على اللانز خالص. اللانز هيكون موضوع في الايس كازي، اعتقد ان احنا لسه ما اتكلمناش خالص على الايس كازي. ما اتكلمناش على الايس كازي. اتكلمنا على النتورك مانجر، لو حد فيكم فاكر، حد فاكر موضوع النتورك مانجر؟ تمام كده. السوفت وير مانجمنت، السوفت وير مانجمنت اعتقد ان احنا كنا لسه ما اتكلمناش عليه. انا سايب السوفت وير مانجمنت ده لانه في حته كده معينه سايبها للاخر يعني. ايه تاني؟ ها موضوع الادمنستريشن تاني اتكلمنا عليه. اعتقد دي كانت المواضيع الرئيسيه يعني. في مواضيع تانيه اتكلمنا عليها، واحنا كنا شغالين كده في النص معانا حاجات صغيره، بس اعتقد ان دي المواضيع الرئيسيه اللي اتكلمنا عليها في التراك التاني اللي هو كان تراك الادمن 2 يعني. طيب كلام جميل. تعالى كده بسرعة هفكرك بسرعة، هفكرك بسرعة سريعة جدا. الموضوع اللي خدناه كده هنشوف الـ IP بتاع المكنة بتاعتي دي يا من المرة اللي فاتت، من زمان قوي مشفتش الـ IP ده. 136. طيب اعتقد ان الصوره شيرد معاكم، بس يعني لو انت النت عندك بطيء سنه هتلاقيها لسه بتستريم، لسه جايلك في السكه. نحاول نبين كده على المكنه ديت. جميل.
ممكن يكون السبب الفيرشوال نتورك الكمبيوتر بتاعي. الأول المكنة دي كلها نات، كلها نات مفيش فيها أي مشكلة. طيب شايف الاس اس اتش، معنى كده التيرمينال بتاعي هو اللي فيه مشكلة نفسه. طيب كلام جميل، تعالى كده نجرب بأي تيرمينال تاني. تعالى كده نجرب سكيور سي ار تي. ده تمام. باسورد غلط، تمام كده قدرنا نعمل لوجن هون. تمام. الصورة واضحة عند الناس؟ ها حد عنده أي مشاكل؟ حد عنده أي مشاكل؟ طيب أنا ما كانش عندي أي مشكلة، بس التيرمينال هو اللي فيه مشكلة. التيرمينال هو اللي فيه مشكلة. عرفت إزاي؟ لقيت البورت بتاع الإس إس إتش كان شغال، فطالما إن البورت بتاع الإس إس إتش ريتشابل وعندي ريتشابيليتي، فأنا أكيد أكيد السيرفر شغال زي الفل، مفيش أي مشاكل فيه. خلاص؟ فأجرب من تيرمينال تاني يشتغل معاك يعني. مش أي حاجة تعمل ريستارت على طول بشكل واضح كده. بلاش الحكاية ريستارت على طول كل شوية أعمل على بطال دي. ماشي؟ يعني أحيانا بيكون المشكلة في الكلاينت يعني. طيب تعالى كده نبص عندنا الستورج سيستم اللي كان موجود عندي. الستورج سيستم اللي كان موجود عندي. سكيور سي آر تي. طيب أنا كان عندي هنا عندي ال في ام موجود، عندي ال في ام موجود هنا. تعالى كده يا سيدي نعمل اف ديسك داش ال، نشوف كل الديسكس اللي موجوده عندي. عندي داتا اوراكل موجوده هي المره اللي فاتت. عندي اس دي بي واس دي دي واس دي اي موجودين، ممتاز جدا. تعالى كده نعمل ماونت ونشوف هل في اي حاجه ماونتد منهم او دي اف حتى داش اتش، مش فارقه. في عندي ديف مابر داتا اوراكل موجودين او موجوده ومعمول لها ماونت. تعالى نعمل لها ام ماونت ديف مابر داتا اوراكل. تعالى بقى نبص كده ال في ال في اس. انا في عندي حاجات كانت موجوده هنا، تمام، كلوجيكال فوليوم. عندي هوم وعندي روت وعندي سواب. طيب في جي اس عندي داتا وار هيل سيرفر. طيب كلام جميل. داتا دي اللي احنا كنا عاملينها، كنا بنلعب معاها. لو انتوا فاكرين اهو، عندي لوجيكال فوليوم اسمه اوراكل، وعندي ايه كمان، وعندي فوليوم جروب اسمه داتا. تعال نمسح الكلام ده كله ايه ونبدا على الديسك من اول وجديد خالص. تعال نعمل كده ال في ريموف لديف داتا اوراكل، وتعالى كمان في جي ريموف للفوليوم جروب بتاعي اللي كان اسمه داتا. ال في اس مرة تانية خلاص اختفى، في جي اس برضو اختفى، بعد كده بي في اس للفيزيكال فوليوم خلاص احنا ما عدناش عايزين اس دي بي ولا اس دي سي، كل دول ما عدناش محتاجينهم اساسا. بي في ريموف ديف، تعالى لي هنا كده نقول له اس دي بي وسي ودي واي. خلاص بي في اس كده مرة تانية، ممتاز جدا، كلام جميل. ماشي. ال اس بلوك كده او اف ديسك داش ال حتى. عندي اس دي بي و بي ودي واي وعندي سي كمان، كلام جميل. تعالى كده نجرب. حسام كان طلب قبل ما نبدا ان احنا نراجع بسرعه اللي احنا عملناه. تعالى كده نراجع بسرعه، بسرعه جدا 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 يعني، باسرع طريقه ممكنه. مش قصدي اضيع وقتكم معايا على الفاضي على حاجه احنا خدناها قبل كده،
بس يعني كنوع من المراجعه، لان احنا كنا واقفين بقالنا مده كبيره. لو جيت تعمل مع الاف ديسك سلاش ديف اس دي بي كده، تعالى يا عم نيو بارتيشنز برايمري، خليه اديله رقم واحد من الفيرست سيكتور، وخلي لي مساحته، او حتى ممكن تخليه اللاست سيكتور، مفيش اي مشكله. الديسك كله خليته بارتيشن، لو اتعمل بارتيشن واحد بالديسك كله على بعضه. ام فور هيل، لو جيت اعمل برنت كده البارتيشن تيبل ده هيكون شكل البارتيشن تيبل. خلصت، ها لو انت عايز تستخدمه كبارتيشن عادي اعمل رايت، وبعد ما خلصت اعمل ايه، بارت بروب لمن، لمين، لديف اس دي بي، بعد كده ام كي اف اس دوت اي اكس تي 4 لديف اس دي بي 1. بس خلاص شكرا كده، عملنا بارتيشن وادينا له فايل سيستم. بعد كده ممكن ترجع تعمل له ماونت، ماونت سلاش ديف اس دي بي 1 في اي مكان عندك، دي اف داش اتش اهو اتعمل له ماونت وبقى شغال زي الفل. ها دي كانت اسرع طريقه ممكن تعمل بيها بارتيشن. ام ماونت مره تانية، بس خلاص شكرا. اللي بعده على طول تعالى نعمل ايه، تعالى نكربت الديسك ده، دي دي انبوت فايل ديف 0 او بوت فايل ديف اس دي بي بلوك سايز يساوي 1 ميجا، كاونت بتاعك كفايه عليك قوي 10 ميجا او 10 ميجا. انا كده عملت كربت للديسك، اف ديسك ديف اس دي بي ما عادش حاجه عليه. طب عايزين نعمل ريد بسرعه، ام دي اد داش داش كرييت سلاش ديف ام دي 0 داش داش ام دي اد داش داش، عملنا الديف ام دي 0 الريد ليفل. ها الاول الريد ديفايس بتاعتك او الليفل، ماشي الليفل بتاعك وليكن 5، بالمناسبة لو انت، لو انت فاكر او لو انت شغال وكان عندك مشكلة دايما وانت بكريت اي حاجة، ها فاكر، فاكر، ها بسرعة كده روح على المان بيج بتاعته وروح لمين، ها للاكزامبلز، لو حد فيكو فاكر، حد فاكر الحكاية دي، حد فاكر الحكاية دي، اهو هتلاقي عندك اكزامبل زي ما انت عايز بالظبط اهو، لو حد فاكر يعني، ما علينا يعني. نرجع تاني لموضوعنا، div md0 داش داش read level بتاعك 5، اسف داش داش level 5، div sd حط كده، حط لي كده b a b c و d اهون. يبقى انا كده عندي 3 ديسكس احطهم في الريد دون. خلاص لو جيت اقول له كده cat slash proc md stat، انا كده المفروض ببلد الاري بتاعي اهو. لو عايز تاكد منه كمان اعمل له watch كده عشان تشوفه في الريال تايم عندك اهو، بيبلد الاري. بالمناسبه الاري لسه بيتعمل له بيلد، ممكن تيجي كده تعمل ماونت كده لسلاش ديف md0 تحطها تحت اي مكان عندك. بالمناسبه انت لو جيت عملت لها ماونت دلوقتي، الاول في عندك مشكله احنا نسيناها، ان انت المفروض كنت تحط له ايه، تحط له فايل سيستم، بعد تحط له فايل سيستم ها اعمل له ماونت. وبرضه خليك فاكر ان لسه حتى بتعمل له بيلد، يعني مش لازم عشان الاري تعمل له ماونت او تحط له فايل سيستم ان هو يكون completed، لا هو لسه بيعمل بيلد ممكن تبدا تشتغل عليه. ماشي كده، ماشي، طيب كلام جميل. بس ده كده بالنسبه للري. لو عايز توقف الري خالص ممكن تقول له كده md add dash dash stop slash dev md 0، ماشي. مش هينفع تعمل، مش هينفع توقف الريد وهو لسه بيعمل بيلد بالمناسبه، كويس دي حاجه كويسه يعني. من هو بعد ما يخلص بيلد للاري ممكن تعمل ايه، ها بعد ما يخلص عمليه البيل ممكن تبدا تعمل له ايه، ممكن توقفه وبعد كده تبدا تحذف الديسكس اللي كانت موجوده فيه.
تمام كده؟ طيب كلام جميل، يبقى ده كان بالنسبه للبارتيشننج. بالنسبه للريت، الحاجه كمان اللي خدناها على ما ده يخلص، على ما ده يخلص، بما اننا كده كده بنراجع ونبص على المواضيع اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ماشي؟ موضوع السيستم دي، فاكر السيستم دي؟ ها سيستم دي خدنا معاها امر واحد، وقلت لك من حلاوه السيستم دي وان، او من اجمل حاجه موجوده فيها، ان انت مش محتاج اطلاقا تقعد تحفظ 500 امر، هو امر واحد بتخليك تتحكم في كل السيرفيس اللي موجوده، والامر ده كان سيستم كنترول. لو فاكر كويس معانا، سيستم كنترول وسيستم كنترول كده مع اي سيرفيس ستيتس لاي سيرفيس عندك اهون، وهيقول لك حالتها ايه وكل حاجه عنها بالتفصيل الممل. خلاص اهي انيبلد، اهي معناه كده كل ما تيجي تعمل ريبوت هتشتغل، وكمان حالتها دلوقتي ايه اكتف. كنت اقول له كمان سيستم كنترول، ممكن تعمل لها طبعا بقى ريستارت وستوب وستارت، عيش حياتك بقى معاها لو انت فاكر. لو عايز تعمل لها انيبل سيستم كنترول، انيبل واسم السيرفيس اللي عندك. لو عايز تعمل لها ديسيبل سيستم كنترول، ديسيبل واسم السيرفيس اللي انت عايزها، ماشي. ايه كمان لو كنت عايز تعمل لها ماسك، لو حد فيكم فاكر ماسكينج للسيرفيس، حد فيكم فاكر الماسك بتاع السيرفيس كان بيعمل ايه؟ ها ماسكينج للسيرفيس كان بيعمل ايه؟ مش اي حد فاكر، كان بيمنع ان اي يوزر ايا كان حتى لو رود نفسه يستارت السيرفيس دي، او يسمح لها ان هي تقوم والجهاز بيبدا. خلاص وقلت لك بتحتاجها في معظم الاحيان، بتحتاجها لما يكون عندك تو سيرفيسز بيعملوا حاجه معينه، او بيعملوا نفس الحاجه دي، او بيعملوا حاجه معينه هي نفس الحاجه عند الاثنين سيرفيس. مثلا عندك تو ويب سيرفرز مشغلهم، لا ما ينفعش اي بي تيبلز وفاير وول دي، خليك فاكر، خليك فاكر، او احنا لسه هنتكلم على الموضوع دون، ان فاير وول دي بيستخدم اي بي تيبلز كباك اند له، لسه هنتكلم على الحته دي في التراك الثالث مش دلوقتي. مثلا عندك اباتشي وانجن اكس، الله يفتح عليك، زي ما الراجل ده قال الاثنين اثنين ويب سيرفرز صح، عندك تو داتا بيس سيرفرز والاثنين هيلسن على نفس البورد. خلاص ايه تاني عندك؟ تو اف تي بي سيرفرز انستولد، تو سوفت ويرز مختلفين عن بعض. بالنسبه للناس بتوع ويندوز ده موضوع غريب شويه، بالنسبه للناس بتوع لينكس هتلاقي الموضوع عادي جدا. مش مسطب باكج هنا اسمها في اس اف تي بي دي، ومشغل سيرفيس ثانيه اسمها بيور اف تي بي دي، والاثنين شغالين على نفس المكنه. طب ما انت لو شغلت الاثنين، الاثنين عايزين نسال على بورت 21، ما ينفعش. خلاص فانت هتحتاج حاجات الماسك دي، لو عايز تعمل لها ان ماسك، ان ماسك برضو الاسم السيرفيس دي كده ترجعها تاني، ممكن تعمل معاها، ممكن تعمل لها ستارت في اي وقت يعجبك، ممكن تعمل لها انيبل كمان. تعالى كده نرجع للاري بتاعنا، المفروض كده يكون خلص تمام جدا. الاري ام اول وكله بقى اب، تعال نوقفه بقى خلاص، ما حدناش عايزينه. ديف ام دي زيرو خلاص. ممكن يكون عندي مشكله تانية ان هو اصلا ماونتد كمان، انا عندي مشكله تانية ان هو ماونتد. تعال نعمل له كده ان ماونت الاول، ده طبيعي. فاكر قبل كده اكدت مليون مره قبل كده ان ما ينفعش يتعامل مع اي بارتيشن وهو ماونتد، يعني ما ينفعش تيجي تحذف بارتيشن وهو لسه ماونتد، فاكر؟ ما ينفعش توقف ريد اري برضه وهو لسه ماونتد. ال في ام برضه هتحذف لوجيكال فوليوم وهو لسه ماونتد، انت كده بتهرج يعني. خلاص تعالى كده اهو ما بقاش ماونتد، ممكن بعد كده تعمل له كده ايه، توقفه كده بسرعه خلاص، ستوب كده الاري. بعد كده ام دي اد داش داش زيرو سوبر بلوك، سلاش ديف اس دي بي، وكان ايه كمان، بي وسي ودي اعتقد صح، تمام كده. وقلنا حكايه زيرو سوبر بلوك ده كان بيعمل ايه؟ ها كان بيمسح الميتا داتا انفورميشن بتاع الريد، لو حد فيكم فاكر كويس. بعد كده بالنسبه لللوجيكال فوليوم بسرعه كده على السريع جدا، ال في اس دي اللوجيكال فوليومز اللي انستولد مع الاوبريتنج سيستم نفسه. طيب تعالى كده بي في اس برضه ده الفيزيكال فوليوم اللي كان موجود وانا بانستول الاوبريتنج سيستم، برضه بسرعه تذكره بس لا اكثر ولا اقل. ممكن اقول له كده بي في كرييت سلاش ديف اس دي بي اهون بي وسي ودي، بعد كده في جي كرييت وليكن سميهولي فوليوم جروب زيرو، وده بيتكون لي من ديف
اس دي بي وسي ودي اهون، في جي سكان كده اهون ظهر عندي اهو فوليوم جروب 0 ومساحته تقريبا حوالي 60 جيجا. طيب بعد كده ممكن اقول له كده ال في كرييت داش داش نيم داتا، هعمل لوجيكال فوليوم داش داش سايز بتاعه خليهولي يا عم خليهولي وليكن مثلا 40 جيجا من الفوليوم جروب اللي اسمه في جي 0. ال في اس كده اهون داتا بقى موجوده اهون ممتاز. بعد كده ممكن اجي اقول له كده mkfs.ext4/dev/vg0data اتعمل له ماونت. بعد كده ممكن تعمل له ماونت اسف dev vg0data تحت سلاش داتا عندك df-h اتعمل له ماونت. اعتقد فين انا مش شايفه اتعمل له ماونت، ماونت ليه ما اتعملوش ماونت؟ لا ما اتعملوش ماونت لسه. لسبب ما، واصلا ما اتعملوش ماونت. طيب بعد كده ال في اس كده اللوجيكال فوليوم موجود اهو، ديف في جي 0 داتا حطهولي وليكن 'ماونت' ليه مش عايز تعمل له ماونت في المكان ده؟ نوت ماونتد. طيب تعال نعمل ماونت كده للحاج ده سلاش ام ان تي اوتوماتيك بيتعمل له ماونت اهو. ليه مزرجن؟ طيب ممكن نيجي كده ونقول له var log messages كده failed mounting data. حلو جدا. تعال نفتح تيرمينال كاري تاني كده. ممتاز. تعمل له ماونت من غير اي مشاكل. رافض نوع يتعمل له ماونت. ماونت فايل سيستم ويز اوردر داتا مود اوبشنز نال. ممتاز. vim etc f step كده اعتقد ان هو amount اصلا. لسبب ما هو ايه؟ هو مسجل ورافض. رافض ان هو يتعمل له ماونت. ماشي ما علينا.
موجودة. طيب ما انت كده ديف في جي زيرو داتا سلاش اوراكل برضه تعمل له ماونت، تعمل له ماونت شغال. فين يا سيدي؟ داتا اهي. اهو طيب تعالى كده اماونت كده سلاش اوراكل. لا مفيش حاجه في ستاب خالص، مفيش حاجه في ستاب، كان ليها انتري واتشالت. في الحالة دي بيبقى صاحبك مين؟ لو تفتكروا يعني صاحبك بيكون الحاج جوجل. تدور كده بسرعة. وتعالى نشوف المشكلة فين. فيش عندك من اخر مره عايز تعرف المشكله دي سببها ايه؟ واضح جدا المشكله دي بكل بساطه باسرع شكل ممكن، يعني ممكن تقول لك ان السيرفر بتاعنا كان عنده في اي تي سي اف ستاب كان بيقول له ان في عندك انتري. لو رجعت كده كام ثانيه ورا في الفيديو لما تشوف ما يترفع ان شاء الله من كام ثانيه كده ومن كام دقيقه هتلاقيه مسحت انتري كانت موجوده هنا. الانتري دي كانت بتخلي السيرفر كل مره يعمل ايه؟ يماونت السلاش داتا دي، تمام كده؟ فدي كانت مشكله موجوده. المشكله هي مش مشكله، دي حاجه طبيعيه جدا ان في عندك حاجه اسمها زي اف ستاب جنريتور. خلاص سيستم دي لما بتيجي تبدا بتحاول تشوف الانترز اللي موجوده وبتخزن الايه الانترز دي موجوده عندها. فكان في انتري موجوده لسه ما اتحذفتش، عشان تتحذف لازم تعمل ايه؟ ريلود للديمون، بعد كده حاول تعمل ماونت مره تانية كده. ده هيسبب ان سيستم دي او اسف سيستم كنترول الامر ده هيخلي سيستم دي اوتوماتيك يعمل ايه؟ يروح يجنريت الانترز او يشوف الانترز اللي كانت موجوده في الاف ستاب. ماشي؟ جرب كده تعمل ماونت دي اف داش اتش كده. اتعمل له ماونت من غير اي مشاكل. تمام؟ طيب كلام جميل. ممكن تقول ان هي بكل بساطه عامله زي طريقه بيتاكد منها او سيستم دي يعني السيت اب بتاعها بتتاكد ان ما ينفعش تو فايل سيستمز يكونوا ماونتد لنفس المكان في نفس الوقت، لا اكتر ولا اقل يعني. لان لو عندك انتري زي ما قلت لك، لو عندك انتري في الاف ستاب بتقول ان الديسك الفلاني او البلوك ديفايس الفلانيه يتعمل لها ماونت في المكان الفلاني، النتيجه بتفضل كاشد طول ما سيستم شغال. لازم تعمل ريبوت او تريلود سيستم دي ان هو ايه، لو عملت له ريلود في الحاله دي هيروح يشوف الانترز بتاع الاي تي سي اف ستاب ويخزنها عنده من اول وجديد. لان خليك فاكر انا سلاش داتا كان معمول لها كونفيجر عندي من شويه ان هي بشكل اوتوماتيك يتعمل لها، او كان عندي بارتيشن او بلوك ديفايس من شويه بيتعمل لها كل مره اوتوماتيك وبشكل اوتوماتيك في اي تي سي اف ستاب، والجهاز بيبدا بيشوف الانتري دي ويعمل لها ماونت لنفس المكان. فانت دلوقتي المفروض ان هو بيماونت لنفس المكان وانت عاوز تماونت مانيوالي لنفس المكان، فالسيستم دي هتمنعك انت تعمل حاجه زي كده. واضح الحكايه دي؟ فخليك فاكر السيستم دي والجهاز بيبوت بتتاكد من الانترز اللي في اي تي سي اف ستاب وتخزن عندها كده ان الانترز دي ما ينفعش تماونت لنفس الانترز دي بشكل مانيوال، ما ينفعش. عشان تحل المشكله دي قول لسيستم دي ان هي تريلود، عشان تقدر تعمل ايه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تقرا الانترز دي من اول وجديد وتكيشها عندها من اول وجديد، او تعمل لها كاش عندها من اول وجديد.
بس كده، ادي كل الحدوته. طيب ايه تاني يا سيدي، ايه تاني؟ اعتقد ان احنا كده حتى كده ال في ام خلصناه، كده عملنا ال في ام واشتغلنا عليه. طبعا انا عارف ان انا شغال بسرعه جدا اسرع من الصاروخ يعني، بس النهارده كان مجرد بس تذكره، بس لان الناس اللي كانت موجوده معانا قبل كده وكانوا بقالهم فتره ما دخلوش او ما دخلناش نتكلم، طلبوا الحكايه دي خصوصا حسام، فانا ايه، فانا قلت بسرعه كده اعدي على ايه، على الموضوع اللي احنا خدناه. حد عنده اي مشكله، حد عنده اي مشكله ايا كانت في اي موضوع اتشرح في الكورس لحد دلوقتي؟ لو حد متابع معانا، ها، حد عنده اي موضوع محتاجنا نشرحه مره تانية او نعدي عليه على السريع مره تانية؟ ها، مفيش. طيب الحمد لله، احنا كده النهارده اتفقنا على المواعيد، اتفقنا على النظام اللي نمشي عليه، رجعنا بشكل سريع جدا. ان شاء الله من اول يوم الاثنين الجاي هنبدا المواضيع الجديده بتاعتنا. يوم الاثنين هنتكلم على الار بي ام واليام، الار بي ام، وهنتكلم على اليام كمان خلاص، لان احنا هنبدا نستخدمه ونبدا نستول سوفت وير ونبدا نتعامل معاه. لو اعتقد مش هيكون عندنا وقت، اعتقد او ممكن يكون يوم عندنا طويل شويه. لو فاض عندنا وقت، لو اتبقى عندنا وقت يعني، هنبدا نتكلم على السيسلوج. ماشي، لو فاض عندنا وقت، لو فاض وقت، تمام. الاثنين الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله، او الساعه 7 بتوقيت مكه. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين. والسلام عليكم.